بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم سالم روعه ودهالكم يا ردوا بالكم يا ردوا بالكم يا ردوا بالكم سالم روعه ودهالكم السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في عدد جديد من كاميرا كاشي ردوا بالكم سيزون 3. مشاهدينا الكرام عدد اليوم هو عدد سبيسيال لانه لانفيدي تاعنا تاني سبيسيال اللي هي عايدة عبابسة الفنانة تاعنا اللي جات سبيسيالمون على جال خونا معمر باش نبعثوه لالمانيا ويروح يدير لي بروتيز مي مالوغيزمون مدام عايدة جبناك باش نديرو كاميرا كاشي. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا باش تشوفوا احداث حلقة اليوم. حاب نسأل السيدة عايدة عبابسة على الخير في الجزائر، هذا هو سؤالي الأول في كل حلقة. أولا نحيي الجمهور اللي يتفرج علينا عبر الشاشة، نحيي هاد السبع اللي راهو معنا بسم الله ما شاء الله. طبعا الخير في الجزائر معروف، يعني أصبح المجتمع المدني في الجزائر يساهم جدا جدا لتخفيف العبء عن الدولة، وهذا اللي كان المفروض مطلوب. طبعا انا على بالك ما جيت صافي با تري لونتون، ولكن كنت شايفه هذا الشيء بزاف في مصر، انما في الجزائر اكثر عن مصر، وان دل على شيء يدل على انه بلادنا بخير الحمد لله. انا درت موائد الرحمن في رمضان ويجي في ساي جادور دايوغ سي مانيفيك سي تري بيان لي جون مونج تري بيان. شوف في بلادك ما تجوع، في بلادنا ما تجوعش. طبعا حالات كيما هادو انا نعرف بلي قلبك بيض كثير، نعرف كثير دير عايده وقلبك بيض وحنين، لكن سالتك هالشيء لانك راح تشوفي معنا التقرير حول خويا معمر. نطلب المخرج يعطينا التقرير ثم نعود. كم هو صعب ان تفقد والديك في طفولتك، وكم هو مؤلم وشاق ان تضطر للعمل وانت دون سن العشر سنوات. صرات لي اكسيدون قياترا من هذاك العام وانا سوفري، فسوفريت هنا بزاف، زيد الناس يخزروا فيك خزره ماشي مليحه، ما تقول لي حقروك بالخزره ديالهم. ماذا بيا ان شاء الله نطلب من الناس تعاوني باش نروح ان شاء الله لالمان ندير لي بروتيز تما ان شاء الله، قيمه 700 مليون سنتيم. كؤوس عرقام تجرعها عمار مجبرا، اصابه الياس فحاول وضع حد لحياته. البلاد احنا تاعنا معاق سفري بزاف في البلاد، ولحقت وين احتسيت ننتحر شعر مخطرة، ومن بعد الحمد لله دوكا مازال امل الحمد لله. 700 مليون سنتيم قيمة عملية عمار لوضع رجلين صناعيين بألمانيا. ومتمني ان شاء الله نولي كيما انا كيما الناس. الله يرحمهم. في حادث سيارة كان الله يرحمهم كان معاهم مسلك، ما الأجل ما زال، وأنا كنت داروا ماشي ولدي وداروا كأنه ابني، أنا حاسبه كابن. ربي يحفظك، جزاك الله كل خير. نشكركم وجينا باش يعاونوا باش خاطر طلبوا له 700 مليون باش يوصلوا له كرايبة في الأرمان. ما تخافش وليدي تولي خير من اللي كنت إن شاء الله. إن
شكرا لكم وشكرا لك. الصحة سيدة عايدة، شفتك تبكي. طبعا أنا أم، وهذا جزائري وليد بلادي، كيف ما نبكيش عليه؟ كسب على الله يبارك واش خصو، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كاو البركة في جدك الله يبارك، راه واقف معاك وعندك ما شاء الله شباب راهم معاك، ورانا كاع مع ربي معنا. شوف ما تقولش عندي هم كبير، قول عندي رب كبير. يمهل ولا يمهل. كلمة جميلة جدا معمر، لكن الشيء اللي يلفت الانتباه حتى باش بعدين نرجع للضيوف الآخرين، معمر أنت حاولت تحرق، حاولت تهجر من البلاد، يعني كيف احتاجتك الفكرة أنك تحرق رغم أنك يعني أنت مريض، أنت راك من ذوي الاحتياجات الخاصة، الصحاح ما يوصلوش، كيف؟ يا بوكو دو كا كوم سا، بصح يا وليدي صلي على النبي، عيش طلاب في بلادك ولا ملك في بلاد الناس، هذه بلادنا. هنا عندك، شوف هنا عندك يحس بيك. في الإخوان عشت في الإخوان، على كل حال أنا عشت مليح الحمد لله، ولكن أقعد وجدك معاك، ربي ربي سبحانه وتعالى أقوى. شو أنت أكثر من سيدنا أيوب يونس، يعني كاين ناس يتعذبوا أكثر منك، بالك تقول أنت بالك سيتان تخيك عندك ليلتا بيك، إحنا تاني يتعذبوا في حياتنا يا وليدي، ولكن الرضا، الرضا بقضاء ربنا أهم من أي شيء. ما تعرفش بين الكف ونون كن فيكون، طاش من الغدوة وش راح يدير لك ربي. وأنا كي توفى والدي ربي يرحمهم، الله يرحمه، خرجت حبيت حبيت نعاون جدي اللي هو بابا، حبيت نعاونه باسكو هو إنسان قيس وقيس روحه، حبيت نعاونه. خرجت هكذا بديت نكبر، خلاص خرجت بديت نخدم في ترا، نبيع الدخان، نبيع كوكا، ونبيع منا، وبعد زاد صرالي حاد في ترا، زادوا تقطعوا رجليا. احنا جمعية تيسير الخير، الله يبارك، الله يبارك فيك. احنا غيرنا النظرة تاع معمر للمجتمع هذا. معمر حاول يحرق لأنه كان عنده أصحاب، هذو أصحاب تخلاو عليه لما تغيرت الحالة تاعو، وخمم في الحرقة، حاول يحرق لأنه كره المجتمع هذا، ولما ما كتبلوش ربي يحرق، حاول انتحار مرتين. واش حبيت تحرق وتموت كما انا نشوفه في الشباب ميتين في البحور، ولا راك قاعد مع جدك ومع هاو خوك هاو صاحبك هاو انا يماك وليدي صاحبك الجزائريين، احنا نلموا بعض، ما تفكرش. وفي حاجه اهم، انك تفكر في الانتحار حرام، هاد النفس هادي عزيزه عطاها لنا الله، هو اللي ياخذ هو اللي يحط بالقضاء والقدر اللي كتبه لك. ما تفكرش في الانتحار، بالعكس فكر في الاستمراريه، فكر في انك تطلب بيان سور الجيك، ما عطاولكش الجيك اطلب كشك صغير، بيع الدخان، بيع القهوه، بيع لاتاي، بيع الكاوكا، واش تحب. الان حاب نتوجه بسؤال للمختصه الاجتماعيه سيده الهام شعباني، هل وصل يعني الياس في الجزائر الى حاله انه يحاول الشاب اليوم الهجره ثم اذا ما قدرش يحاول ينتحر؟ هل لحقنا للدرجه هذه من الياس؟ انت الحمد لله بسم الله ما شاء الله عندك يديك عينيك، راك تشوف، راك تشم، راك تاكل، كل هذه نعم من عند الله على بها ربنا سبحانه وتعالى. قلنا اسجدوا لي وحمدوني وشكروني، نعمه البصر نعمه، ونعمه الكلام نعمه، ونعمه وجود الناس حواليك نعمه. حط ربي ونبي في قلبك، واستعد بالله من الشيطان الرجيم، وقول انه مازال امل، مش مازال امل، كاين امل، في امل لكن اتمنى ان شاء الله، انا ان شاء الله نقعد على تواصل معكم باش نعود نجي نزور وليدي ونعرفك على الصحة. جميل جميل جدا هادشي، تحيه خاصه. لا لا ما بنغير تحيه، هذا هو واجب المجتمع المدني. انتم الان قمتوا بحمله توعويه وحمله تحسيسيه لجمع مبلغ من المال، قيمه يعني العمليه غالي شويه، حوالي 7 ملايين دينار جزائري، تكلفتها حوالي 7 ملايين دينار، يعني 700 مليون سنتيم. نعم، وانتم جمعتوا مبلغ، وحنا لحد الان لحد الساعه لحقنا المبلغ 170 مليون سنتيم. الله يبارك، الله يبارك، يعني المبلغ اللي راهو خاصنا يعني حوالي 530 مليون سنتيم. ما شاء الله، الله يبارك، وان شاء الله ربي يقدرنا. وهذا شيء ماشي بعيد على الشعب الجزائري اللي معروف بالتضامن تاعو، وان شاء الله ربي يقدرنا ان شاء الله. وتحيه الجزائر. تحيه الجزائر طبعا. أنا نطلب منك سيدة عايدة أنك أنت تقدمي النداء، مش راح نقدمه أنا النداء، الأرقام تظهر أنا عندي أحلى الحساب. عندي مفاجأة جميلة جدا، راهي عنده مخبية فوالا. جبنا لك مبلغ إن شاء الله باش تكمل فوالا، إي فيان دو مو ديغ.
تحية. جبنا لك شحال قلت لي 550 50 مليون فوالا قال لي بلي جبنا لك 550 مليون يا رب من التبرعات. السيدة عايدة مربوحة على البرنامج، ربحنا عليك وربح عليك البرنامج ان شاء الله. نقول لك حاجة، مملو كان ما جابوش ندور لك أنايا، شوف نخدم العراس كل عرس ندي لك 10 10 10. الله يبارك. إذن مشاهدينا هذه هي المفاجأة اللي كلمتكم عليها، كثير من المفاجآت، ما فيش مفاجأة أحلى من هذه. معمر إن شاء الله ما يزيدش يستنى أشهر، ولكن إن شاء الله إجراءات إدارية فقط. هذا ونقل لي يروح ألمانيا، يروح البرلين ويعمل العملية بإذن الله. نرفدك نتبع. بعد ما جمعنا له 550 مليون سنتيم نطلب من السيدة عايدة هي اللي تقدم له الشاك. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليك رسول الله محمد. أي وجه. نوت جبت لي معنا نوت. مبلغ. تفضل. هاك فرحان. الحمد لله. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. وأنا شفت الشكل. هذا يعني رئيس الجمعية نفس الشيء يعني. إذن مشاهدينا راكم تشوفوا هات الأجواء السعيدة، الأجواء الرائعة. عم عمر تقدر تعبر لي على سعادتك الآن؟ قول والو، قول تحية الجزائر. تحية الجزائر. 1 2 3 في بارازيل. يلا 1 2 3 هذه دراهم الفلوس الجزائريين. يعطيكم الصحة. ما كانش نديروا عليك البيبان. تفضل. 10 شحال أنا 40 مليون. لو كان كل واحد يعطينا 10 ريال نديروا لك 20 رجل كل يوم بدل رجل. في محسن قدم كثير يعني جمعنا عدة أموال، لكن المبلغ الكبير قدموا أحد المحسنين، قال ما تذكروش اسمي يعني أحد المحسنين. نعم تفضل معمر. تفضل. نهضر على مدبيا، نهضر على المباشر. الجامعة الأول هضرت الحساب اللي الرئيس هذا ما حبش يجي، أنسيست عليه باش جا. نعم. وأنا اللي أنسيست باش يجي، وراه ديكلارا اللي دخل في الحساب 170 مليون. إيه دخلوا 270 مليون. دخلوا 270 مليون. دخلوا 270 مليون. وهذا راه دالي 100 مليون. بينه وبين مولاه يا اخي وصلك شحال 700 مليون رجلين. نعم. ايه 170 و500 وعندك 20 مليون زياده. اسكت احمد ربي. لا ما يسرقنيش انا. انا سي فغي سكي لون تران دو دير. انا ما يسرقنيش انا رئيس جمعيه وانا تكفلت به وانا اللي جبت الحصه هذه. وحنا اللي ما سرقتوش دراهم. هاو يقول بلي شحال عطاوك؟ 270. انا هذا الكرسي اللي راك قاعد عليه تاع الجمعيه. دقيقه هذا الكرسي اللي قاعد عليه تاع الجمعيه. على بالي تاع الجمعيه. على بالي. بك هبلت. هاو تضرب مواطن جزائري يا حرام. ضرب كرسي 120. انا لا با دوا دو فير سا. عمر خلاص. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علي العنب. كيفاش انا ضرب راجل طيح واحد معوق من الكرسي؟ شكون الحيوان اللي دار تاع الاستاذ؟ سجل ما فضلك. لا 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 رئيس الجمعيه. لا رئيس. ما تقلقيش ما تقلقيش سيده عايده. ما تقلقيش ما فضلك. نايل فقد الكرسي تاع الجمعيه. معك وليدي ما كديه. نوضوا راسكم قاعدين تفرجوا. نوضوا تاع الجمعيه طبقوا انتم معايا. خلاص سيده عايده. خرابتين حبسوا ليميسيون. كوبي كوبي خلاص خلاص كوب 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 كوب. هذوك دعوتك معايا انايا. دق دعوتك معايا انايا. تقلقيش سيدة عادي. وليت نسك فيش ضربه. نفهم القضية. نفهم القضية فقط. خلاص سيد. خويا عمرك ما وحدة ضربتك بالكرسي. خلاص. عمرك ما وحدة ضربتك بالكرسي. يا سي نصر الدين. قرب لي. صفا هيا. عمري ما طيحت لراسي. سي نصر الدين من فضلك تفضل. خلاص. كيسكو فوز تدخل فيه فولا بسيكولوج. فات كلكو شوز. بالنسبة لي هو مريض نفساني. أي أروح. تفضلي. دقيقة سيدة عايدة دقيقة حاب نفهم منه. أنت مستعد تفهم على المباشر؟ جيبوا لي كاس ما ياناس قلبي راح يحبس لو كان زد قرب. أعطوا لها الماء سيدة عايدة. لا خلاص. وش قاعد تديري؟ وش نضربوا بها؟ لا سيدة عايدة لا ما فضلك. لا 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 نوري له نساو واش يديروا. حاب تشوف نساو واش يديروا؟ نوري لك. خلاص تفضل سيدة عايدة من فضلك اقعد من فضلك. من بين لا نقول لك ما برا المخرج يقول لك من فضلك. خلاص اجلس خلاص. يقول لي بلي سرقه. تفضل خلاص من فضلك. نحاول نفهم الحق سيده عايده. انا هذه قدرتك على الضعفاء. افتكر قدره الله عليك. انا هذا بسبتي. انا هذا الشاك راه عندي سرقه. لا اعطيني الشاك. اعطيني الشاك.
ما كاش مشكل. رجع ل 100 اللي ديتها. حنا بلاد عبد الحميد عبابسه كل يوم نخدموا عرس عليه ب 500 مليون ونجيبوا له الكرسي ودير خمس شكي بيك. انت والله غير نشكي بيك ترشيني بالماء. درت روحك راجل وكرافطه شكون الحياه. اجلس اجلس من فضلك اجلس نكملوا البرنامج. انتم راكم تخدموا معاه نصابين معاه دايرين تريكوات ودايرين. شكي بيك. ستين داهية نشكي بيك ولا راكم ولدي يماك تشكي بيا حاشا يماك حاشا يماك مع عمري في حياتي ما رفعت صوتي على راجل تضرب واحد ذوي احتياجات خاصة. يا نا عرفتيه شكون هذا؟ صبا ايدك كيف لاحق؟ يعطيك الصحة يا خويا تحية. شوف أنا ما تنسونيش في زوج حاجات الحقرة وعلم الجزائر غير كي ضربني واسيتي يا والله نقول لكم حاجة أقسم بعز الجلال الله غير جيتو في بوغ ايفيتي لا كاميرا ما تقدريش. هو الميساج اللي تلحقيه الميساج اللي لحقو أنا نقول نظرا للغربة اللي عشتها أفضل أعيش طلابة في بلادي ولا ملكة في بلاد الناس أولا. ثانيا الرضا لما قسمه لنا ربنا سبحانه وتعالى لما الواحد يرضى باسكو هاد الحراقه هادوما بكاو امهات كاين امهات يعني بيوت شردت على جال هاد الوغ نقعدوا في بلادنا ورانا بيناتنا نديروا قصعه ناكلوها كاع كيف كيف حتى ما يفرج ربي. رمضان كريم والله اكرم. ان شاء الله تجوزوا بالصحه ولهنا عيدكم مبارك ولا ما لحقناش نشوفوكم. تحيه الجزائر. على فكره اللي ما عندوش وين ياكل موائد الرحمن راهي فندق 5 ستار تاكلوا حتى تشبعوا. تحيه الجزائر 1 2 3 ردوا بالكم من هذا دونك مشاهدينا الكرام نضربكم موعد غدوه ان شاء الله مع ضيف جديد وحلقه واعره كما تاع اليوم. السلام عليكم. ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم سالم روعاوي.